مفاهيم اقتصادية، فقرة من إعداد معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتعاون مع برنامج الجندي. مرحبا، معكم جوزيان شبلي من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. رح نحكي اليوم عن قانون المنافسة. بشباط 2022 أقر المجلس النيابي قانون المنافسة رقم 281 يلي ألغى بموجبه الوكالات الحصرية، وهو بشكل فرصة لإنعاش الاقتصاد اللبناني من خلال إنشاء أسواق تنافسية سليمة. بيهدف هالقانون لتعزيز حرية المنافسة، مكافحة الممارسات الاحتكارية، ضمان حقوق المستهلك، تحقيق الفعالية الاقتصادية، تعزيز الإنتاج والابتكار والتقدم التقني والحفاظ على الجودة والنوعية. لتطبيق قانون المنافسة إيجابيات كتيرة بتنعكس على كل مجالات الاقتصاد الوطني، أبرزها ضمان إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة، إدخال منتجات جديدة، وكمان رفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي، بالإضافة لخفض الأسعار والمساهمة بالحد من البطالة، الفقر وعدم المساواة. كما أنه تطبيق القانون بفعالية بيساعد لبنان بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. إذا حابين تعرفوا أكثر تفضلوا زورونا بالمكتبة المالية، وهي مكتبة عامة مفتوحة للجميع بمنطقة كورنيش النهر قرب مبنى وزارة المالية، وتابعونا كمان وما تنسوا على صفحات التواصل الاجتماعي.